ضمن سلسلة إنجازات وزارة الصحة حصد المركز الوطني للأنفلونزا جائزة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العلمي الثالث والاجتماع السادس لشبكة ترصد،, ترصد،, ترصد العدوى التنفسية الحادة في إقليم شرق المتوسط والذي يقيم في سلطنة عمان حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الفائزين بعدد من الجوائز من بينهم المركز الوطني للإنفلونزا بمختبرات الصحة العامة في المملكة، وذلك تقديراً لإسهاماته الفاعلة وبالأخص خلال جائحة كوفيد-19 في دعم أنشطة الترصد وتبادل فيروسات الإنفلونزا مع المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية.